Alors, bonsoir, Mara. Donc, là, il y avait, je trouve, les 7 éléments, les zmin, et entrepreneurs, c'est vrai, quand tu lances un projet férié, ou un projet en ligne, il y a 7 éléments, il y a 7 عرص, 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 les éléments, et donc, sinon, je te sers pour le fashion, le machin, en tête, c'est vrai, un projet en ligne, infoprenariat, business en ligne, boutique, les tabs à l'île, ou il y a un بزنس كلاسيك موجود في الريال دونك هذا باش يكون لايف انتربرونيا اكثر منه ماركتينغ والكل دونك حاولوا بروفيتي ونوتي وزيد لي سيت بوان اذا كان كني ويتحل بروجي نهار اخر ركز عليا على خاطر صدقوني ما عندكمش فكره قديش من شخص نسمعه يقول لي لانسا بروجي وفشل جوست على خاطر هذوما اللي هما يتسموا اساسيات جوست ما كانش عنده فكره جوست على الاساسيات الاولانيه معناها اللي هما فما سيت اليمون اللي هما العرس اللي باش من بعد باش يتبني عليهم لي بروجي الكل كما قلت لكم بونسوار بونسوار جماعه ماكسيموم انتراكسيون ماكسيموم كومونتيرات باش اللايف زاد يطلع وباش تاجيو اصحابكم زاد لو ماكسيموم اي شخص تعرفوا عنده بروجي اي شخص تعرفوا عنده مشكله في البروجي نتاعو سواء بروجي فيزيك والا بروجي اون ليني ولا عنده بزنس قاعد يلانسي فيه اون ليني ومش قاعد يمشي بالباهي بارتاجيو له لو ماكسيموم اللايف تاجيو في كومونتيرات على خاطر نجم يكون السبب واحد من لي زيليمون اللي باش نشوفوهم في اللايف هذايا لي سيت ليمون اللي باش نشوفوهم هما حاجات اوبليغاتوار في اي بزنس من الاول انت كانتربرونور كي تلانسي بروجي ولا بادي من فريلانس لبروجي ولا بادي من دارك وباش تبدا تكبر ماكش مضطر تخدمهم السبعة وماكش مضطر تركز على السبعة عناصر هذوما فما حاجات اوبليغاتوار من الاول اساسية ويلزمك تستعملهم فما حاجات بشوي بشوي وانت قاعد تكبر تنجم تطور فيهم من بعد فما حاجات اساسية من الاول لكن اخرتها باش يكون البزنس نتاعك ستابل البروجي نتاعك ستابل وينجم تعيش به القدام وينجم يافونسي يلزم السبعة يكونوا كيما العرس معناها تكون بديتهم وطورتهم وماشي وزيدوا تطور فيهم دونك مرحبا بكم الناس الكل حطوا لي في كومنتير من وين قاعدين تتبعوا فينا سالو 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 دونك وماكسيموم دانتيراكسيون في القلوب وكل فازيت خلي اللايف يطلع وحتى اللي باش يجيو يتفرجوا من بعد في الاعاده حاولوا استفادوا لو ماكسيموم خذوا نوت زاده وبارتاجيو سيرتو المعلومه مع الناس اللي تعرفوهم عندهم دي بروجي ملانسين دي بروجي على كونت انستغرام على باج فيسبوك على عامل سيت ويب ولا بوتيك ولا حتى عنده سامبل بروجي في العالم الحقيقي على خاطر كما قلت لكم اذا كان السبعه هذوما ماهمش موجودين في البروجي فما ريسك انك ماكش باش تطول ومن بعد زاد ما تقولش الكلمه الشهيره نتاع لانسيت بروجي وما نجحش بيتيتر في الريزو نتاعي وفي معرفي الشخصية نعرف برشا ناس اللي لانسينا مع بعضنا لي بروجي نتاعنا وحنا عندنا صفر اكسبيريونس في ريادة الأعمال وما جيناش من عائلات فيها ريادة الأعمال طايرة والحمد لله معناها وصلنا توا شخصين في العام السابع معناها نعرف ناس فاتتني بعشر سنين والبروجيات نتاعها مازالت موجودة بينما باش تلاحظ برشا ناس أخرين يقول لك والله لانسيت بروجي وما مشاش وفما شكون باش يقول لك لانسيت البروجي والله خاطر حال البلاء والله الدومين ما يمشيش في البلاصه اللي نعيش فيها والله بيتيتر ما كانش عندي برشا فلوس والله بيتيتر خذوكم كلهم دي زيكسكيوز فير غير على خاطر اذا كان بديت البروجي سي بون ما عادش فما اكسكيوز من النوع هذا خاطر فما حاجات يلزم يتحطوا اون بلاس وفما حاجات كما قلت لك باش نشوفوهم اللي هما يلزم تبدا بيهم من الاول باش تضمن البروجي نتاعك ناجح دونك باش نبداو باللي سيت اليمون حطوا لي في كومونتير كان الصوت واضح جماعه اللي معانا زاد تحركوا شويه مستانس لي زونتربرونور والناس الموتيفي معناها البوج الباس الاكسيون على الاقل حتى في الكومونتير تحركوا شويه سي بيان ليك انت حتى انك تتفاعل مع اللايف ما تقعدش تتفرج كانه مود نتفليكس خاطر ماهوش نتفليكس معكم علوين عويني اللي ما عرفنيش اسمي علوين عويني اكسبيري كونسلتون ماركتينغ ديجيتال من 2016 جو سوي لو فونداتور دو لاجونس ديجيتال براندينغ اجونس سبيسياليزي في السيرفيس ماركتينغ ديجيتال نعاونوا اصحاب المشاريع والشركات يطوروا في البيزنس نتاعهم اترافير لي سيرفيس ماركتينغ ديجيتال اللي برينسيبالمون لوبجيكتيف انه نقوي لهم في الفيزيبيليتي نتاعهم باش يتعرفوا اكثر يقوي في الفونت يدقوا في الشيفر دافير
grâce les différents services internes. فالوقت زاد عندنا لي فورماسيون براتيك للناس اللي ديجا تحب تتطور ولا ما تنجمش تاكسيد لدي سيرفيس نتاع اجونس ماركتينغ، ينجم يتعلم ويطور البروجي نتاعو بيدو. كيما نعاود نقول لكم راهو ساعات تغيظ كي نسمع عباد يقول لي بروجي نتاعي فشل، ومن بعد جيت تقول له اسكو كاين فما 1 2 3 4 5 قلت لي ما في باليش اللي يلزم موجود فيها. ومالوغوزمون معناها دونك اليوم فما عباد قاعده تتبيناليز في لي بروجي نتاعها، تلقاها صارف دم قلبه على فلوس نتاع بروجي جوست باش يمشي ياخذ معلومه تضمن له انه البروجي نتاعو ما يتيحش فايت. سي سا بريف، دونك اليوم باش نركزوا في السبعه اساسيات. حطوا لي في كومنتير خاطر مانيش قادر نرفع دي كومنتير، ومستانس دي زونتربرونور نلقاهم ياسر اكتيف ويتفاعلوا في الكومنتيرات. سي لو كومبورتمون دان انتربرونور سيريو يحب يافونسي حتى لو كان ما عندكش بروجي. لو كومبورتمون انتربرونوريال مهم انك تدابتيه تتبناه، على خاطر قريبا في تونس الناس الكل باش تستحقوا معناها على راهو فيه. دونك بغيف نبداو باول اليمون لازم تركز فيه. اول اليمون هو لونتربرونور بيدو. كي نقول لونتربرونور ولينا بوتيتر الناس اللي حلت بروجي تعرف انه اول ايتاب تخدم عليها في وسط بروجي هو لونتربرونور بيدو. كي نقول لونتربرونور بيدو شنو هي؟ اسكو لو بروجي اللي انت ملانسي لي ادابتي مع شخصيتك مع لي بوين فور نتاعك؟ هذيك حاجه مهم انك بالورقه وستيلو وانت تكتب باش ما ترخش زاده في الشطر الثنيه. الحاجه الاخرى شنو هو ستيل دو في اللي ناوي تحب توصل له؟ خاطر اذا انت مثلا من نوع مثلا اذا انت تخمم انك نهار اخر تحب تبني ستيل دو في نتاع ليبرتي وانه البيزنس نتاعك يخدم وحده، نورمالمون من الاول تختار بروجي اللي نجم الميكانيزم نتاعو يخدم وحده. حتى لو كان في تونس نجم تخلي بيزنس يدور وحده وانت تمشي من بعد تصنع ستيل دو في اللي تحب عليه. دونك شنو ستيل دو في اللي تحب تعيش بيه؟ على خاطر البروجي نتاعك باش يكون هو اللي باش يكونتريبي، هو اللي باش يعطيك باش انت تعيش بالستيل دو في اللي تحب عليه. ومن بعد عندك الكلارتي نتاع لي زوبجيكتيف، شنو هما لي زوبجيكتيف اللي تحب توصل بيهم في البروجي هذاك؟ خاطر فما ناس مثلا طموحه مليار يحب يوصل. حطوا لي باي ذا واي لو كان تلانسي اليوم بروجي شنو هما لي زوبجيكتيف الماليه اللي ماذا بيك توصل لها؟ خاطر هذا سؤال مهم انه يتحط قبل حتى ما تلانسي البروجي نتاعك والا في البدايه. خاطر اذا انت طموحك تحب تعمل 1 مليار شيفر دافير ولا 1 مليار بينيفيس بار اكزومبل في العام، بالطبيعه فما نوع نتاع بروجي مستحيل يدخلوا اذا كان تشوف لي زيتود دو بروجي. دونك توليت لوج بروجي اخر. اذا انت تفيزي انه البروجي نتاعك جيست حاجتك ببروجي يعوض لك سالير، فما شكون يقول لك ما نحبش نخدم سالاري، نحب بروجي يعوض لي جيست سالاري، هو يخلص 1500 ولا 1200 يقول لك 1500 هذيك نحب نعملها اترافير ان بروجي ونربح ليبرتي نتاع وقتي وربحتي وليبرتي في المخ. معناها ما نحبش شكون يقعد يعمل كذا ويتسلط اكسيتيرا. مانيش نعرف في الكومنتيرات، ما نعرفش اسكو روتار الكومنتيرات والا فما جماعه جوست لين جايين يتفرجوا في نتفليكس. تك 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 حطوا لنا شويه كومنتيرات خليني نرى الناس السيريو اللي معانا. خليني جوست نفلتر. فما معانا برشا في اللايف. دونك حطوا لي في كومنتير موا من وين تتبعوا فينا. لو كنت لانسي بروجي شنو ينجم يكون طموحك ولا لوبجيكتيف فينانسيير؟ جوست حاجتي بالناس السيريو تكومونتي برا، هذاك باش حاجتي حاج جوست الناس اللي سيريو وموتيفي جوست هما اللي كومونتي، وخاطر هذاك ديما تركيزي على الناس هذوما. دونك اول اليمون باش تضمن نجاح بروجي نتاعك هو لونتربرونور بيدو اللي هو انت. وغادي نورمالمون باش يصير لك حاجه اسمها بيلون دو كومبيتونس، شنو هما المهارات اللي ناقصينك، شنو الحاجات اللي لازمك ديفلوبيهم. كي نعاود نقول لكم مش بالضروره كل شيء يلزمو حاضر من الاول، اما راك يلزمك تمشي وتطور الباقي. دونك اول حاجه باش نبداو بالونتربرونور اهو سي بون بداو يخلطوا لي كومونتير. اوكي جوست الجماعه اللي موجودين معنا حطوا لنا من وين تبعوا فينا. اللي عنده بروجي ميسيل شي نجم نعمل بوبليسيتي للبروجي نتاعو
واللي ناوي لانسي بروجي يحط لي في كومونتير لو كان يمشي لانسي بروجي شنو ينجم يكون بروجي. دونك اول اليمون هو لونتربرونور. لونتربرونور راهو بيدو ديبارتمون خدمه كامله تتخدم عليه. ما عندكمش فكره قداش من واحد يدبرم والبروجي نتاعو يطيح جوست خاطرو دبرم. هذاك علاش اذا تعرف روحك عندك ان بو معناها ان بو دو رانفورسمون سيكولوجيك زاده نورمالمون هذاك تحطه في البيلون نتاعك باش تخدم عليه القدام. خاطر كان تحت انت يطيح البروجي هذه حاجه اساسيه. دونك هذه كانت النقطة الأولى. لونتربرونور شنو ستيل دو في تحب تعيشو؟ يزمو تفيكسي من الأول شنو ما لي زوبجيكتيف فينانسيير اللي تحب تخدم عليهم. يزمو متفيكسي من الأول طموحاتك أنت البروجي نتاعك شنو هو علاش حاله من أصله. دونك هذوما حاجات يلزمهم واضحين من الأول سينو باش يقعد البروجي نتاعك جوست تعمل فيه نامبورت كوا ومن بعد ما تقلقش كي تقول من بعد البروجي نتاعي طاح. الفولي الثاني البوان الثانية لو برودوي. كي نقول برودوي كي نقول برودوي في اللي تخدم فيه برودوي ولا ينجم يكون سيرفيس. هو يا برودوي يا سيرفيس. في البرودوي والسيرفيس هما ثلاثه حاجات. اذا ثلاثه حاجات هذوما ما همش من النهار الاول وانت تخدم عليهم ليل ونهار هذه برمي الحاجه برمي الحاجات اللي اوبليغاتوار تخدم. لكن ثلاثه حاجات هذوما ماكش تخدم عليهم ليل ونهار من اول نهار تحل فيه البروجي اوتوماتيكمون البروجي نتاعك باش يطيح فايت من بعد ومن غير ما تقعد تسال تكسر راسك علاش. اول حاجه ديفلوبمون تاع البرودوي ولا السيرفيس نتاعك. خاطر ما فما حتى حد باش يلانسي من الاول برودوي ولا سيرفيس بارفي وماكش مضطر تلانسي حاجه بارفيت من الاول. دونك هذه نورمالمون الناس كلها تركيزها غادي كي نقول برودوي اي اللي يصنع في الكوسميتيك اوكي مركز في الكوسميتيك. اللي يعمل في جو سي با استيتيك ولا غير اوكي مركز في السيرفيس هذاك. اللي يعمل في سيرفيس انفوغرافي ولا غير مركز غادي اوكي. هذا اليمون قاولي دو اليمون الاخرين اللي هو سبب فشل 80% من شركات توانسه. كي تقول برودوي اوتوماتيكمون تقول فونت وماركتينغ فونت وماركتينغ فونت وماركتينغ. البرودوي هذاك سواء كان باهي ولا خايب ولا كاليتي طياره ولا كاليتي مويان ولا اوت جام ما غير فونت وماركتينغ مستحيل البروجي نتاعك يدخل فلوس. هذاك علاش لي تروا زينيمون لي في البارتي برودوي. تقول برودوي صحيح فما برشا حاجات اخرين. انا لنا ديما للناس اللي مستانسه ولا حضرت معايا دي فورماسيون تعرف اللي اني نركز على الفولي براتيك اكثر. دونك لنا كي نقولوا برودوي برودوي اوكي طور ديما في السيرفيس والبرودوي نتاعك اما اوتوماتيكمون طور في طريقه الفونت وطريقه الماركتينغ. وذوما ثلاثه حاجات يمشيوا مع بعضهم. دونك اذا كان عندك بروجي ولا ناوي تلانسي بروجي ما فاش ماركتينغ وفونت تاتشاب بيان سور للي بيتيتر عنده بروجي وعنده مشكله في هذوما تنجم تدخل معنا للبروغرام ديجيتال سكسيس اللي هي فورماسيون 100% براتيك نعطيك فيها الزبده نتاع اللي نخدموا فيه في الاجونس وتنجم تتعلم كيفاش تسوق وتخدم وتبيع اون لين للبروجي نتاعك حتى كان عندك بروجي فيزيك. معناها لو في تخدم البريزونس ديجيتال نتاعو تنجم تتحكم في الفونت والماركتينغ. ما غير فونت وماركتينغ ما فماش فلوس للبروجي. وما يهمنيش فيك اقوى دكتور عندك باك بلس 20 اكسبرتيز تكنيك. ما غير فونت وماركتينغ مستحيل يدخل فلوس للبروجي. والفونت والماركتينغ ما نديليغيوهمش ما نعملوش الفونت والماركتينغ تو نجيب كوميرسيال نعطيه 500 الف ولا مليون ويمشي يبيع لي اوب ايشيك على خاطر نهار يخرج الكوميرسيال هذاك يهز لك البورتفوليو الكل يقول لك تشاو تشاو وتقول لي فايت. فونت وماركتينغ يمشيو اوتوماتيكمون مع الديفلوبمون تاع البرودوي نتاعك. معناها كيما تحسن في البرودوي ولا السيرفيس نتاعك اوتوماتيكمون لازم تتحسن في طريقه الفونت وطريقه الماركتينغ نتاعك. بيان سور اليوم كي نقولوا ماركتينغ ديجيتال خاطرو ارخص ميزاد لازم عندك البارتي فونت. احنا مثلا في الاجونس بطبيعه بما اني الفونداتور نتاع الاجونس دونك اني الفوندور رقم واحد في الاجونس مهما كانت ليكيب كوميرسيال اللي تخدم معايا مستحيل نعمل على شخص اخر هو اللي تجيب لك ليونات. عندي دي بارتناريا عندي دي كولابوراسيون عندي دي بارتنير اكسترن عندي دي واحد عندي سيستيم حتى تاع افيلياسيون انترن في وسط الشركه. ومع ذلك اني ما يرضينيش انه نجي اخر الشهر ونلقى الشيفر دافير نتاعي والفلوس اللي داخله اكثرها جايه من عند ناس اني ما نتحكمش في البروسيس نتاعها. هذاك علاش اذا كان كونتربرونوريزم تفهم الفونت والماركتينغ برانسيبالمون تاش نتاعك انت وخاصه الفونت. الماركتينغ تنجم تبدا ديليغي اما التاشات البرانسيبال فونت وماركتينغ. وما يهمنيش فيك كما قلت لك ان شاء الله عندك باك بلس 30 في الحاجه التقنيه اللي تصنع فيها ان شاء الله تصنع بياسات طياره. دونك ما تعرفش تبيع ماهيش باش تدخل لك فلوس من غير ما تكسر راسك ومن غير ما تدخل. وهذاك علاش نقول لكم برشا ناس بتتخيط صدمه مي كي نسمع حكايه عندي بروجي
ديفلوبي دي بروجي وما دخلش فلوس. رحمه بو كيفاش بروجي وما دخلش فلوس في بلاد كيما تونس؟ بلاد كيما تونس اللي اتع البرودوي واتع السيرفيس قاعد يخدم ويدور. معناها نحكيو على حاجات الكاليتي نتاعها ياسر طايحه وقاعده تخدم. ايماجين انت برودويات وسيرفيس طايح وقاعد يخدم. كيفاش قاعد يخدم؟ على خاطر العباد هذيا فاهمه انه لو برودوي طاو يتحسن السيرفيس طاو نحسنوه، اما الماركتينغ والفونت ما يقفش. هذاك اللي دخل فلوس ماهوش سيرفيسك ولا فون لو برودوي نتاعك اللي دخل فلوس. هذاك علاش ردوا بالكم في الحكايه هذيا. باي ذا واي في الكوتي انتربرونور زاده فما بارشا خدمه على الديفلوبمون تاع البروفيل نتاعك، واللي معنا في البروغرام ديجيتال سكسيس ديجا عندنا بارتي كامله على الانتربرونوريا اللي غادي نفسر لك شنو لازمك شنو ما لازمكش، وين فما ادارات زاده يعاونوك ويكومبانيوك، على خاطر فما بارشا ديستركتور في تونس كيف تلانسي بروجي يعاونوك مجانا باش يديفلوبيو لك لي كاليتي نتاع الانتربرونور. وهذا الكل عاملين له كونفيرونس كامله مالغري فورماسيون ديجيتال سكسيس سيرمون برشا ناس شافوها تعرفوها اللي هي 100% ماركتينغ ديجيتال، ومع ذلك فيها دي بونيس كوتي انتربرونوريال. بما اني زاد في دي مومون معين كنت البريزيدون تاع كلوب لي انتربرونور في نستير، دونك معناها نعرف انتربرونور شنو هو لازم ريالمون. دونك ميرسي بوكو، ميرسي للجماعه اللي قاعده تكتب في كومونتيرات، ميرسي بوكو ميرسي بوكو. دونك يا جماعه نيزيتي با. دونك هذا اللي مو ثاني اللي هو لو برودوي اللي فيه وسطو تروا كومبوزون غيب واحد فايت للبروجي، وما غير ما مهنيش فيك فيش قاعدة تبيع فايت للبروجي. ريستوران شوف قداش من ريستوران قاعد يتسكر اليوم. علاش؟ على خاطر تغروا سنين التالي وقت اللي كانت وقت الغفلة. اوكي يتعدى باساجيه تو يشري اوكي برا اليوم ريزيستي، وقت اللي يلزمك متريز توتال مانجمنت توتال نتاع لي بروسيس في وسط ريستوران. ناخذ ريستوران اللي هو ابسط حاجه اللي انت كان يقولوا لك عندك برشا فلوس تحط تقول لهم سالون دو تي. برا شوف سالون دو تي اليوم يا ربي اش تسلكها. ما عادش بروجي ما غير لي سيت كومبوزون اللي باش نشوفوهم راهو فايت توتال. و اوغوزمون برشا ناس بتيت تسمع هذا اليوم على خاطر فما ناس باش تسمعوهم القدام. بروجي تاعي ما نجحش علاش؟ على خاطر تونس. اي اما مش ظهر لي بارازار فما عبيد عندهم نفس النوع نتاع البروجي وناجحين. اي والله على خاطر اني البروجي نتاعي في الولايه ذيك ما يصرفوش. وما فما حتى حد اخر في الدومين نتاعك زاد يخدم في الولايه نتاعك وجو باهي. نو فما فما ما علاش هو نجح وانت ما نجحتش؟ بيتيت ساعات يلزمك تسال لي بون كيستيون خير من تبدا تعمل في لي زيكسكوز. بريف دونك هذا الكومبوزون ثاني لي برودوي. لو برودوي فيه وسطو تروا كومبوزون هذوما اللي هذه حاجه اوبليغاتوار لونتربرونور. اوكي تجب تمشي وتطور روحك القدام، اما هذوما ما يتلعبش بهم جمله زاد الكومبوزون ثاني. دونك ما تنساوش تاجيو اصحابكم، اي شخص عنده بروجي تعرفوا ولا باش يلانسي بروجي بيتيت تنقذوا زاد من فايد، واي شخص زاد عنده يخدم اون لين على باج فيسبوك ولا كونت انستغرام تاجيه في الكونت تاجيه في اللايف هذايا حتى كان من بعد، على خاطر ما تعرفش قداش من شخص باش تنقذوا جوست مجرد انه يعرف المعلومات هذيا. كومبوزون ثالث فيزيبيليتي نتاعك انت كانتربرونور والبروجي. ولينا كي نقول فيزيبيليتي معناها ليل ونهار ليل ونهار وانت تسال في روحك قداش من شخص جديد عرف انه احنا موجودين ونخدموا في اللي نخدموا فيه. ما غير فيزيبيليتي ما غير ديفلوبمون تاع فيزيبيليتي تنجم تخدم بالكومبوزون ثاني، تنجم تشد روحك عام وعامين بالكومبوزون ثاني. ما غير خدمه على الفيزيبيليتي، كي نقول فيزيبيليتي خدمه على النوتوريتي. على النوتوريتي معناها حاجتك بزيد شخص يعرف انه انت موجود وفيش قاعد تخدم. مش مهم شري ولا ما شريش، مش مهم شري ولا ما شريش، وهذه حاجه ماهيش لوجيك للي زونتربرونور اللي ما فورموش روحه. ماهوش مهم شري ولا ما شريش، وظهر لي الناس اللي تتبع فيه من قبل تعرف اول اوبجيكتيف نتاع لي كومباني اللي نخدمهم ساعات مالغري ما عندهم حتى علاقه بالسيرفيس نتاعي 100%. على خاطر انتربرونور نهار كامل يديفلوبي في النوتوريتي نتاعو والنوتوريتي نتاع لونتربريز. كي نقول نوتوريتي معناها فيزيبيليتي، ازيد انتشار، ازيد شخص يعرف اللي انت موجود. كل ما ديفلوبي نوتوريتي مستحيل بزنس نتاعك يموت، مستحيل. هذاك علاش يا جماعه
ميرسي بوكو نجاح، سبيسيال ديديكاس نجاح. نجاح هذوما بالرسم الناس اللي نحبوهم، على خاطر نحبوا الناس اللي هما ديجا كيستفادوا من محتوى مجاني بارطاجيوه زاد للناس اللي كيفهم. دونك ميرسي بوكو نجاح اللي قادم بكري تاغي في ناس. دونك جماعه نيزيتي با بارطاجيوا بارطاجيوا لاصحابكم، تاغيوا اصحابكم في كل الحالات، معناها تربح فيهم اجر حتى كيما انت قاعد تستفاد. دونك لي لي موفيل فيزيبيليتي، وبرشا ناس يتغاروا مش في بالو يخدم الاول بالمعارف نتاعو بالاربعه من الناس اللي يعرفهم، ومن بعد بيريود معينه البروجي يطيح فايت. علاش؟ مونك نتاع فيزيبيليتي، ماهيش مونك نتاع كليونات. في مرحله معينه كي تخدم على الفيزيبيليتي شنو يصير؟ وقتها تجيك استابيليتي، ما تسمعوا بها يقول لك 90% من الشركات تسكر قبل 5 سنين. علاش يسكر قبل 5 سنين؟ ممكن تاع فيزيبيليتي. علاش؟ على خاطر نورمالمون في الخمس سنين ما عادش يولي عندك مشكله نتاع كاش فلو، ما عادش عندك مشكله نتاع فلوس داخل البروجي اذا كان خدمت الاساسيات هذوما بالصحيح. تولي عندك مشاكل نتاع مانجمنت وتنظيم واكسيتيرا، واللي باش نجيوها ديجا. دونك فيزيبيليتي ديفلوبي، والفيزيبيليتي نتاعك من نهار الاول تحل بروجي. هذاك علاش تلاحظ لي زونتربرونور يمشيو لديز ايفينمون، يصرفوا ساعات حتى سبونسورينغ على حاجه تقول علاش يصرف على الحكايه ذي. تلقاه يمشي يعمل ديزاكسيون هيومانيتير، ساعات يمشي يتبرع بحاجات، يخرج ديزيشونتيون غراتويت ما حاجتوش ببيوا. هو جوست يديفلوبي في الفيزيبيليتي والنوتوريتي نتاعو، على خاطر هو يخمم القدام. هذاك انتربرونور فيزيونير، يعرف اللي القدام الحكايه ذيك باش تفيده. واللي تبع فيه من 2016 يعرف كيفاش ديفلوبيت الحاجه من نوع هذايا في دي بلايص فيزيكمون معروفين، معناها في معناها في البلاد. دونك هذاك اللي ليمون الثالث. حتى هو واضح يا جماعه، واضح ولا مش واضح؟ حطوا لي في الكومنتير واضح ولا مش واضح، واضح ولا مش واضح. جوست خلنا نتاكد، واضح ولا مش واضح؟ حط لي في الكومنتير واضح ولا مش واضح حتى لتوا قبل ما نتعديو. عندنا سيتي ليمون جوست وصلنا للتروا، واضح ولا مش واضح؟ كان فما حاجه مش واضحه خلينا نزيد نفسروها، سينو حطوا لي في الكومنتير استنيكم. تان تان تان. واضح او ليس واضح؟ ما تنساوش زيادة انه فما جروب بريفي على خاطر مفيلتري، فما كونتوني ديما افونسي يتحط في الجروب بريفي. بارتاجيت الجروب في الباج عنده سافي لونطون، الجروب حصري زيادة، نختار نسيليكسيوني وشكون الناس اللي يستاهلوا باش يدخلوا غادي ياخذوا الكونتوني، خاطر هو محتوى مجاني اما اوموا يكون الناس تستاهل. دونك عنا جروب بريفي هذاك بارتاجيناه لوتخ فوا، ديجيتال وورد باي علوان، اللي مخصص للكونتوني اكثر افونسي من الباج، خاطر الباج بيبليك ومخلطه. دونك نحب زيادة فما كونتوني يكون افونسي جوست انتر فامي في وسط الجروب. دونك ما تنيزيتي با انكم تدخلوا زيد الجروب من بعد. دونك هذاك كان لي ليمون الثالث. لي ليمون الرابع، ولي ليمون الرابع من الاول العامين الاولانيين تنجم تطفي عليه الضوء، مي ابارتير من العام الثالث لي ليمون هذا يمشي بالرسم، باش يقرر اسكو انت البروجي نتاعك باش يبدا يعكز ولا باش يمشي مريقل. لي ليمون الثالث الرابع جو بو انسكري ا سو جروب. اي نجاح حتى نحط لكم اللين تاع الجروب في الديسكوسيون، جوست نكمل البوان هذه الرابعه ومن بعد نحط لكم اللين في وسط الديسكوسيون، في وسط الديسكوسيون تاع توا في الديسكوسيون في اللايف نتاع فيسبوك. البوان الرابعه مهمه خاصه ابارتير من العام الثالث، على خاطر سينون بعد باش تبدا تتعب. البوان الرابعه هي الفالور اجوتي اللي قاعد تقدم فيها، وساعات بالفرنسي يقول لك يونيك سيل، بالانجلي يونيك سيلينغ بروبوزيشن، شنو ما الفالور اللي تميزك بارابور للمارشي. سوف كو لنا الناس مش فاهمه بالضبط على انا فالور اجوتي نحكي به. الفالور اجوتي تتقسم من زوز. الفالور اجوتي اللي تقدم فيها للكليونات نتاعك في البرودوي ولا سيرفيس، هذيك باش تخليك تنافس المنافسين نتاعك. سي بوزي ما نعرفش شيء، الناس كل تعطي في قهوه كيما هكا باش ناخذ الكوبلي هذا باش نكتب عليه كلمه بوزيتيف، سي بون. هذه هي الفالور اجوتي كوتي برودوي وكليونات باش ننافس الكليونات نتاعي. سوف كو في الفالور اجوتي فما نقطه اخرى مخفيه اللي ما نقولوها لكمش عليها خاطر لا ماجوريتي ديبيتون. النقطه الثانيه يلزم عندك فالور اجوتي للمارشي نتاعك، للاندستري نتاعك. سي بوزي انت تعمل ما نعرفش عندك سنتر استيتيك، عندك سنتر استيتيك
يلزم نلقاك أبارتير من العام الثالث قاعد تعمل في ديزينوفاسيون في السيكتور، معناها من الشمال للجنوب يلزم نسمع بيك. فما السنتر الفلاني عنده انوفاسيون معينة، كما تسمع اليوم لي دونتيست والطب ساعة ساعة تسمع يقول لك طبيب الفلاني في البلاصة الفلانية جايب أباري مش نورمال تعمل كذا كذا. شنو يصير غادي كي تخدم على الفالور اجوتي من النوع هذا؟ الفالور اجوتي من النوع هذا تقوي لك حاجة اسمها البوزيسيونمون، وقتها تنجم تبيع بالغالي. إذا كان الفرق اللي الناس تقول شو الفرق؟ علاش نخدموا زوز كيف كيف؟ أما ذاك يبيع بالغالي ويجي هذاك اليوم، على خاطر البوزيسيونمون يتخدم، فما برشا ديزيليمون يقوي لك البوزيسيونمون منهم النقطة هذيا. هذاك علاش كان تسألوا مثلا علاش علوين عنده فوق 800 فيديو مجاني على اليوتيوب اللي هما وحدهم نجم نحطهم في فورماسيون نبيعهم، علاش عندي فوق 2000 فيديو على تيك توك، فوق 500 على الانستغرام، تو سامبلومون نخلي ديما المارشي نتاعي اين مع النوفوتي، اين مع التكنولوجي، اين مع الحاجات الجدد في السيكتور. اي بار ديفو ذاك يعمل لي ديجا ديفيرونس بيني وبين برشا ناس، اوتوماتيكمون يطلع في البوزيسيونمون. دونك الفالور اجوتي فيها دو بوين لازمك تركز عليهم، كيفاش باش تقوي فالور اجوتي كوتي الكليونيت نتاعك، كيفاش باش تعمل فالور اجوتي في السيكتور داكتيفيتي المجال اللي قاعد تخدم فيه، على خاطر هذاك اللي باش يخليك تنجم تجيب اكثر كليونيت وتنجم تفكتر اغلى زاد. وهذه نقطة مهمة على الاخر، وكما قلت لكم خمم فما حاجة تبدا بهم الاول، فما حاجة باش تمشي لبعيد يلزمهم يكونوا موجودين. لبوان الخامسة جميعا علاش ما نشرا في كومنتاريت باي نزيتي با انكم التاقيو زيد اصحابكم اللي عندهم بروجيات. لبوان الخامسة سيستيم ولا بروسيس دو ترافاي. اذا كنت تحب الخدمه نتاعك لنا نحكيو خاطر سي بون بديت تدور الامور، كيفاش نقصوا من المصاريف ونقويوا من المداخيل، كيفاش نحسنوا في طريقه الخدمه باش الكليون ما يطلبنيش صباح وليل ومساء ويوم الاحد، باش ما نلقاش روحي يلزمني نقضي سلعه نهار السبت ونهار الاحد عندي ليفريزون ونهار الاثنين عندي كذا. كيفاش يتنحى الكوشمار هذا الكل؟ يلزم تبني سكون ابيل سيستيم بروسيس دو ترافاي. بروسيس دو ترافاي اش معناها؟ معناها تاخذ ورقه وستيلو تك شنو ما لي زيتاب اللي لازمين، ومن بعد تشوف شنو ما الحاجات اللي تنجم تعمل فيهم اوتوماتيزاسيون. اوتوماتيزاسيون معناها تردهم يمشي وحدهم، والا تعمل فيهم اوبتيميزاسيون. اوبتيميزاسيون مثلا اذا انت باش تمشي تقضي 1 2 3 4 5 تحط نهار واحد للليست دي كورس. اذا كانك انت قاعد تصنع في حاجات مثلا في الدار اغرو اليمونتير ولا حاجه تبيع مثلا، تحط نهار واحد تمشي تقضي فيه الدنيا الكل. بيتيت يكون خير لو كان نجم تبعث شكون هو يمشي يقضي لك ويخلص على ليفريزون، بما انه فما دي سوسيتي دي ليفريزون. تو سكي بزنس اون لين مثلا عندك الكالندري اللي معايا في ديجيتال سكسيس، عندهم تو تام بروسيس نتاع استراتيجي ماركتينغ على فيسبوك وانستغرام واللي ولي ريزو سوسيو الكل، عندهم دوكيومون زاد يفسر لهم استراتيجي كيفاش يتبعوا ايتاب باغ ايتاب، باش هكاك يكون عنده سيستيم دو ترافاي، مش مره يظهر لي نهبط ستوري، مره يظهر لي نهبط بوبليكاسيون. دونك سيستيم حاجه مهمه على الاخر. لبوان سيتس، لبوان سيتس واضح حتى لتوا يا جماعه. لبوان سيتس اللي هي باللول ما تنجمش تبدا بها من بعد مهمه، اللي هي ليكيب. فما برشا انواع نتاع دي بيزنس يلزمهم ايكيب، ما تنجمش تكبر البروجي من غير ايكيب. دونك وهو نورمالمون اي بروجي لازم ايكيب من بعد. دونك حاول في الديماراج حط في مخك انك راك باش من بعد باش تجيب ايكيب وباش تعلم ايكيب معاك زاد، كان تعرف روحك مش باش نلقى شكون يخدم كيفي من الاول. اقرا حسابك باش تدخل الناس معاك، تعطيهم وقتهم باش يتعلموا باش من بعد هما يعاونوك ولا ياخذوا عليك الروليف. دونك البوان تاع ليكيب مهمه على الاخر، وباش الناس تفشل على خاطر خذي برشا كومانديت وما نجمش ليفري. دونك البوان تاع ليكيب مهمه على الاخر. والبوان السابع واخر بوان واضح حتى لتوا، حطوهم لي في كومونتير الجماعه المركزين معانا، خلينا نشوف شكون مركز معانا. والبوان الاخرى واللي هي النقطه اللي ما حكيتش فيها هو الكليون. الكليون تاعك مشكله عند اغلب الناس اللي تلانسي بروجي، لشكون تبيع؟ للناس الكل. شكون ينجم يشري البرودوي نتاع؟ الناس الكل. هذه اكبر مشكله عند لي زونتربرونور، انه كي تجي تقول شكون الكليون اللي انت متوجه له يقولك الناس الكل. لا صديقي، الناس الكل اذا كانت سيبليت الناس الكل اعرف راه فشل مؤكد للبروجي نتاعك، ماكش باش تعدي
معناها ما عندك وين توصل معناها من الاخر. هذاك علاش من الاول لازم تختار سيب المعين نتاع ديك اليوم اللي هما شكون اكثر ناس ينجموا يكونوا حاضرين نفسانيا وماديا واجتماعيا واللي كونتكست الكل باش ينجم يشري الحاجه اللي انت باش تقدمها له. والا ريفلكس اخر شكون الناس اللي عندهم بروبليم كبيره لدرجه انه البرودوي نتاعك هو اللي يمثل الحل. دونك لنا مهم على الاخر انك تبدا عامل فيشه كامله نوتي فيها ديما شنو هما لي كريتير نتاع الكليون اللي تحب تخدم معاه. ومن بعد كي نجيك بالزهر حد اما حاضر باش يشري وكي تنجم تبيع. اما انت كي تعمل ايفور ماركتينغ في سبونسورينغ على باش فيسبوك على انستغرام قاعد تصرف فلوس تصرف في كونتوني تصرف في كومينيكاسيون ما يلزمكش تعملو جوست على خاطر نسيب لي في الناس كلها. يلزمك تتوجه حتى كلامك يلزم يكون بيرسوناليزي جوست للسيب دو كليون اللي انت اللي انت حاجتك به. دونك هذا الكل بالطبيعه اللي معنا اللي انتريسي ولا عنده بروجي اون ليني يكون خير لو كان تدخل معنا في البروغرام ديجيتال سكسيس على خاطر نعلموك بالباهي شنو لازم شنو فيش تركز فيش ما تركزش كوتي سيب الكليون خاصه كي تلانسي سبونسورين كيفاش تختار السيب نتاعك بطريقه صحيحه. هذاك الكل نشوفه في الاون ليني مي سورتو اليوم في اللايف نتاع اليوم حبيت نركزوا على اساسيات لان نحكي على العرس نتاع البروجي نتاعك اللي هما يظهروا اساسيات. اما ما عندكمش فكره قداش من واحد سمعته قال بروجي تاعي فشل ولا في بروجي ما نجحش. كان بروجي ما نجحش ارجع للسبعه هذوما تلقى حاجه مضروبه ولا ما تخدمش عليها والا مره خدمت وعشرة لا والا خدمت ضربتين وكي جاتك الخدمه والفلوس تكيت على جنب ومن بعد قلت اه تي ها فما فلوس سافا وتطيح في الفخ اللي تيحوا فيه الناس الكل شوت ليبر من بعد. دونك حاولوا ارجعوا من بعد ارجعوا لللايف تفرجوا فيه بالباهي. لي لايف مانيش باش نخليوهم زياده ايليميتي. حاولوا بارتاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم بارتاجيو اللايف زيدا وتلقيو اصحابكم اللي عندهم دي بروجي ولا تعرفهم في ديفيكولتي في البروجي ولا ان شاء الله حتى ملانسي حاجه اون ليني قاعد يخدم. دونك لانسي لهم لعله تنقذوا هو زيدا سينو تري بروشينمون نعاودو نحلو الانسكريبسيون في البروغرام ديجيتال سكسيس. بالطبيعه ديما معناها الناس الاولانيين اللي يدخلوا ديجا يكونوا في وسط برومو. دونك اللي انتريسي يحب ديفلوبي البروجي نتاعو ولا ديفلوبي اكثر البيزنس اون ليني نتاعو على قاعده صحيحه ياخذ معلومات براتيك من عند ناس تخدم في التيرا. دونك جوست يبعث لنا ميساج سواء على فيسبوك ولا انستغرام واحنا من بعد نبعثوا له التفاصيل الكل. سينو ان شاء الله يكون اللايف فيتكم ان شاء الله تكونوا معناها اقتنعتوا انه ابارتير من اليوم لازمك ديفلوبي العرس السبعه هذوما. وكما قلت لكم هذوما حاجات معناها أساسية من الأول ومن بعد إن شاء الله في اللي لايف الجايين ندفلوبيو أكثر حاجات بلو أفونسي. ما تنسيوش تخليو لي رايكم في الكومنتارات إذا استفدتوا شنو أكثر حاجة عجبتكم إذا كان فما حاجة معينة فديتكم أكثر من الحاجات الأخرين زيد حطوها في كومنتار رايكم يهمنا. دونك سينو ميرسي بوكو للناس اللي حطوا كومنتارات مزيانة ميرسي الناس اللي تفاعلوا معنا من أول اللايف حتى لتوا. سينو نتلقاو ان شاء الله في لايف جديد. كان معكم مروان عويني اكسبيري كونسلتون ماركتينغ ديجيتال ونتلقاو ان شاء الله في لايف جديد. ابيانتو باي باي.